مساء الخير مشاهدينا مشاهدي قناه الحياه في كل مكان، اهلا بيكم برنامجكم طبيب الحياه. وزي ما عودناكم ان احنا بنقدم لكم كل ما هو جديد في عالم الطب وافضل الاطباء في جميع التخصصات وايضا افضل المراكز الطبيه. عشان كده هيكون منورنا النهارده استاذ دكتور محمد فتحي، استاذ مساعد جراحه المخ والاعصاب طب الازهر، وايضا دكتور حاتم زاهر استشاري طب نفس الاطفال والارشاد الاسري. ولكن استنونا فقره مميزه جدا بعد هذا الفاصل. مساء الخير مشاهدينا مشاهدي قناة الحياة في كل مكان، أهلا بيكم في فقرة جديدة مميزة من برنامجكم طبيب الحياة. هنكون معاكم يومين من السبت الأربع من الواحدة وحتى الثانية ظهرا. المخ عضو مهم جدا وعضو معقد جدا في جسم الإنسان، لأنه بيعتبر المايسترو اللي بيأثر على جميع وظائف الجسم من حركة ومشاعر وتفكير. وإصابة العضو ده بأي خلل بيأثر على ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية، لأنه بيتحكم في جميع وظائف الجسم. عشان كده هنتكلم النهاردة عن أورام المخ، وهنتخصص شوية في الغدة النخامية مع ضيفي اللي منورنا النهاردة في الاستوديو دكتور محمد فتحي عيسى، أستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب طب الأزهر، دكتورة جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، زمالة جراحة المخ والأعصاب المصرية، وعضو الجمعية المصرية لجراحي المخ والأعصاب، وعضو كونجرس جراحة الأعصاب الامريكي. اهلا بيك يا اهلا وسهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بيك دكتور. موضوع مهم جدا، واحنا النهارده فقرتنا هتتخصص في الغده النخاميه، وانا عرفت حاجات قبل ما نطلع الفقره مهمه جدا وكلكم هتستغربوا منها واهميه الغده النخاميه. في البدايه دكتور عايزين نعرف المشاهد يعني ايه الغده النخاميه واهميتها، زي ما انا قلت لاني انا اتفاجئت وهنتفاجئ اكتر خلال الحلقه والصور وكل حاجه. بس في البدايه تعريف بسيط للغده النخاميه واهميه الغده النخاميه في جسم الانسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الغدة النخامية وده واحدة من أهم الغدد الموجودة في الجسم، وبتظهر بديع صنع الله سبحانه وتعالى، لأنها عبارة عن حاجة صغيرة جدا تقريبا في حجم حبة العدس، موجودة في قاع الجمجمة في كهف معين خاص بيها ربنا خلق وليها مخصوص، وتحت العصب البصري تقريبا بسنت تقريبا، ومهمتها أنها بتتحكم في كل الغدد الموجودة في الجسم، اللي تقريبا بتحكم في كل الوظائف الغدد الموجودة في الجسم تقريبا. فالغدة النخامية مسؤولة عن الغدة الدرقية، مسؤولة عن وظائف الغدة الكظرية، مسؤولة عن تقريبا معظم وظائف الغدد الأخرى تقريبا. فاحنا بنسميها المايسترو برغم حجمها الصغير جدا، لأنها مهمة جدا جدا جدا، بتأثر بشكل كبير جدا لأي خلل فيها، سواء بزيادة إفراز الهرمونات بتاعتها أو بنقص إفراز الهرمونات بتاعتها، إلى خلل غير طبيعي في وظائف الجسم تقريبا بشكل غير عادي، لأنها مسؤولة طبعا زي ما حضرتك عن كل الغدد الموجودة. ولأن سبحانه وتعالى ربنا خلقها من فصين، فص أمامي وفص خلفي، والاثنين صغيره قوي يا دكتور كده، بتتحكم في كل الغدد دي كلها. سبحان الله. وبتفرز مجموعه من الهرمونات الهائله المهمه جدا، اللي اي لخبطه في واحد فيهم بتركيز قليل جدا بيغير كتير جدا في وظائف الجسم تقريبا، وبيعمل مشكله مرضيه احنا ممكن ما نكونش واخدين بالنا منها خالص. وممكن كمان مش بس المريض مش واخد باله، كمان التشخيص الغير صحيح. تمام. ان الناس كتيرة قوي او دكاتره كتيرة قوي بتهملها قوي يا دكتور. تمام. ممكن ودي مشكله كبيره جدا بقى. عندما لا يتم تشخيص مشكله الغده النخاميه بنتوه تماما، وانا مش عارف السبب. بنبعد عن بنتوه، بدور بقى في حته هنا في حته هنا في حته، وفي الاخر الاقي المشكله فين؟ في الغده المتحكمه في باقي غدد الجسم. ده غير كده كمان لو لا قدر الله فيها ورم مثلا، الورم ده بيكبر وبيبدا يبقى تاثيره بشكل سيء للاسف. شايفين يعني طبعا الصوره يا دكتور؟ الصوره اللي معانا دي صوره للمخ، مقطع فيه بيوريه مكان الغده النخاميه وحجمها الصغير قوي عند اخر السهم اللي احنا شايفينه ده، صغيره جدا في مركز المخ تقريبا في الكهف الخاص بيها في قاع الجمجمه. والحجم الصغير احنا شايفينه ده ما يغرناش انه صغير او كده، بالعكس ده مهم جدا جدا، انه بيتحكم في كل الغدد الموجوده في الجسم
بشكل مباشر عن طريق الهرمونات اللي بيفرزها بتفرز الغده النخاميه وبتاثر بيها على بقيه وظائف الجسم تقريبا. وفي صوره ثانيه ممكن زي ما احنا شايفين الصوره دي فيها الفصين ده شرح شكل الغده. شكل الغده بالظبط. يعني الحاجه اللي فوق الصغيره دي اللي لونها اصفر فوق دي ده اسمها الجزء الخاص بالعصب البصري. تحت الغده مباشره او فوق الغده اصلا مباشره. يعني كمان بتتحكم الغده النخاميه في ضعف البصر. يعني لو حصل فيها خلل وبدا في حجمها يكبر اول حاجه بتاثر فيها العصب البصري عشان قريبه منه تقريبا بينهم بعض تقريبا حوالي سنتي. ومجرد ما الغده النخاميه بتكبر بيتضخم حجمها بيوصل حجم الورم الى اكتر من سنتي او سنتي وشويه بيبدا يضغط على العصب البصري يبدا يحصل ضعف. وكتير جدا من المرضى بيجوا لنا بضعف شديد في الابصار يصل الى درجه فقدان النظر التام نتيجه اهمال الغده النخاميه. زي ما احنا شايفين في الصوره ده الغده النخاميه وتاثيرها على كل الجسم تقريبا من اول العظم والعضلات والغده الدرقيه والقلب والغده الكظريه والكلى كل شيء تقريبا هي مسيطره على الجسم تقريبا بحته الجزء الصغير قوي الموجود في المخ ده متحكم في كل شيء. فبالتالي اي زياده في الهرمون بالنسبه لها او اي نقص مثلا الصوره دي ده نقص هنا في هرمون النمو. الطفل الصغير اللي ما بيكبرش بشكل طبيعي اللي شايفين نموه غير طبيعي اللي هو الأقزام يا دكتور بيبقى قزم. ليه قزم؟ لأن هرمون النمو عنده لم يفرز بالشكل الطبيعي في الوقت الطبيعي اللي المفروض يفرز فيه. فاحنا بالتالي عينينا لازم تبقى دقيقة جدا لأولادنا بالذات. مهم جدا نموه طبيعي غير طبيعي. الولد نشاطه كويس او مش كويس. الحجم بتاعه بيكبر بالشكل الطبيعي ولا في مشاكل. دكتور يعني حضرتك دلوقتي قلت اهميتين يعني انا مش قادره اصدق ان هي السبب فيهم. تمام. النظر ضعف النظر او فقدان النظر كمان وكمان الطول او النمو. نمو يعني الاطفال ونمو حتى الناس العمالقه اللي وصلوا بالنمو بالصوره احنا شايفينها دي. الصوره دي ده عباره عن افراز هرمون النمو بشكل زياده في وقت غير طبيعي فبالتالي بيؤدي الى العملقه. عكس القزامه بالظبط. الاثنين مشكلتين يعني لو الافراز زياده يا دكتور في الغده النخاميه يعني بنشوف المنظر اللي هو اللي احنا شايفينه على الصوره اليمين الراجل العملاق. تمام. لو قليله بيجي لي الصوره اللي احنا شفناها من شويه القزم او القزم الانسان اللي حجمه وشكله حجم صغير. وبنشوف اطفال كتيره جدا زي ما احنا شايفين اطفال الى حد كبير جدا حجمهم صغير جدا رغم سنهم الكبير يوصل يعني. الطفل عنده مثلا 5-6 سنين ولسه حجمه صغير جدا. وده لان برضو احنا في خلل في الغده النخاميه. ايوه بالظبط احنا اهملنا المتابعه بتاعه النمو بتاع طفلنا. فبالتالي لما هرمون النمو قل افرازه في الوقت المهم جدا لنمو الطفل بدا يؤدي الى مشاكل القزامه اللي احنا شايفينها. مهم جدا هنا الزملاء اساتذه الغدد والصماء مهمتهم اساسا اكتشاف الحاجات دي وعلاجها في وقتها علشان نتفادى مشاكل كثيره جدا بتحصل لهم زي دي كمان. تمام. عرفنا اهميه الغده النخاميه وشفناها بالصور وشرحناها. دكتور الاعراض الخاصه باورام الغده النخاميه ازاي بيتم تشخيصها يا دكتور؟ طب هي بقى مشكله كبيره جدا بقى هنا اورام الغده النخاميه نفسها. ودي حاجه من الحاجات الشائعه جدا كتيره جدا جدا عند ناس كتيره جدا وجايز ما حدش بياخد باله منها. يعني مش خلل ده في ورم في الغده. في ورم في الغده النخاميه. ورم الغده النخاميه بيعمل ايه؟ بيأثر على اول حاجه على افراز الغده النخاميه افراز الهرمونات اللي بتطلع منها. واهم الهرمونات اللي بتاثر في كده الهرمونات المسؤوله في السيدات عن الدوره الشهريه الطبيعيه. لما تحصل لخبطه في الدوره الشهريه بالنسبه للست لازم احط في اعتباري وزي ما الزملاء دكاتره النساء بياخدوا بالهم جدا من القصه دي. واول حاجه من الحاجات اللي بيستبعدوها وجود مشاكل في الغده النخاميه. لان لو في مشاكل في الغده النخاميه عن طريق الهرمونات اللي بتفرزها الغده النخاميه بيبدا يدور على الحل السريع والمشكله لسه صغيره. لان ممكن يحصل عندي ورم في الغده النخاميه حجمه لا يتجاوز نص سنتي حجمه لا يتجاوز 1 سنتي سهل علاجه سهل جدا علاجه وممكن حتى اديله بعلاجه ويخف كادويه وليس جراحات. لكن لو تطور الامر وبدا حجم الورم يزيد جراحي. اولا بيحصل مشاكل في الدوره عند الست. ثانيا حجم الورم بيزيد اكتر يبدا ياثر بشكل كبير جدا على النظر. وده حاجه بتبقى للاسف الواحد بيضايق لما يلاقي المريض او المريضه جاي بمشكله كبيره في النظر تصل الى درجه فقدان النظر تقريبا في ناحيه او في الناحيتين تقريبا في ناحيه او في الناحيتين. بنشوف اطفال كتيره جدا صغيرين في السن وفعلا بيبقوا صغيرين قوي لابسين نظارات نظر. يعني
دي بتبقى سببها الغدة النخامية، خلل في الغدة النخامية. لا، في الأطفال الصغيرين اللي بيكون عندهم مشاكل نظر في الصغر مش دايما بيكون، مش دايما بيكون كده، مش شرط. لكن وارد ان يكون عندهم برضو مشاكل في الغدة النخامية او في اورام بتيجي في منطقة الغدة النخامية بتأثر على النظر بشكل كبير جدا. وبرضو بيبقى مهم جدا، الطفل لما بيشتكي من نظره ده مش حاجة مش بسيطة اهملها. الطفل لما بيشتكي من صداع دي حاجة استحالة اهملها، لان احنا عندنا نسبة 90% او اكتر من الصداع في الاطفال، في الاطفال دي حاجه سيريوس، حاجه مهمه جدا جدا. ما خدهاش ببساطه، ما اقولش الولد ده ما مش كويس متضايق شويه لا، الكبار ممكن اول الحياه والقلق والتوتر يعمل مشاكل كتير، لكن الاطفال لكن بتبقى غريبه في أبداً الاطفال أبداً. لازم اهتم بيها قوي. مفيش طفل يجي لي يشتكي لي او يقول انا عندي صداع او يشتكي من صداع وخلي الموضوع اخده بشكل بسيط، لا، لازم اعمل الفحوصات اللازمه اللي استبعد بيها وجود مشاكل كثيرة جدا ممكن تحصل في المخ او في منطقه الغده النخاميه عموما تسبب الصداع. دكتور، في سؤال مهم جدا جدا، وبصراحه اعتقد ان ناس كتير برضو مش هيكونوا عارفين، ان هنرجع تاني للغده النخاميه، ان السبب في سؤالي اللي هقوله دلوقتي خلل او اهمالنا في الغده النخاميه. علاقه العقم يا دكتور، يعني في حالات كتير بنشوفها تمام بتبقى يعني مش قادره على الانجاب او عقيمه عشان الغدة النخامية في خلل او في سبب مشاكل. زي ما قلت لحضرتك، الغدة النخامية دي هي المسؤولة عن افراز الهرمونات اللازمة للباقي الغدد الموجودة في الجسم، زي الرحم، زي المبايض، الحاجات دي كلها مهمة لان ده وقع تحت تأثير الغدة النخامية. فبالتالي لما يحصل فيها خلل، لما يحصل فيها نقص في هرمون اللبن تحديدا، لما يحصل فيها مشكلة في زيادة الهرمون نفسه تحديدا، بيبدأ يعمل لي مشكلة كبيرة جدا بالنسبة للإنجاب عند السيدات. أولا بيبقى المفروض أن الست دايما يعني أنا بعتبر أن السيدات اللي عندهم مشاكل في الغدة النخامية يعني أكثر حظا من الرجال اللي عندهم مشاكل في الغدة النخامية، لأن بدري جدا بيكتشف أن في لخبطة في الدورة، في مشكلة في الإنجاب، بيبقى في أعراض بتحصل لهم بيشوفوا عكس الرجال. الرجال عندهم مشكلة ان ما بيقولناش تقريبا بالغدة النخامية الا لما يبدا يأثر على موضوع النظر، وحجم الورم يبدا يتضاعف ويكبر ويبقى الموضوع مش ما ينفعش معاه ادوية او علاجات صغيرة، ولازم تدخل جراحي عشان ننقذ الغدة وننقذ العصب البصري ونحسن وظائف الجسم بعد كده ان شاء الله. فدي ليها علاقة مهمة جدا بالعقم. لما يكون عندي مشكلة عند الست في لخبطة الدورة الشهرية وكمان العقم، لازم ادور على الغدة النخامية. وطبعا الزملاء في تخصص النساء بيدوروا بشكل كويس جدا وبيكتشفوا وبيحاولوا دايما يبعتوا لنا بشكل مستمر اي حد شاكين فيه، لان مهم جدا لو ما عالجتهاش هتؤدي الى العقم بشكل غير عادي وممكن تأثر بشكل كبير جدا. طبعا زي ما قلت لك غير العقم كمان تأثر على موضوع النظر وتأثر على باقي اجزاء الجسم، ممكن تعمل للاسف ممكن تأثر في الوزن بتاع الجسم، تأثر تعمل اوبيزيتي مش طبيعيه. ليه؟ لان عندي مشكله في الكورتيزونات، لان هي واقعه برضو الغده الكظريه تحت تاثير الغده النخاميه، فبالتالي بتحصل لخبطه كتيره جدا فيهم. يعني في مضاعفات تانية لو حد اهمل او اتاخر شويه في علاج ورم الغده النخاميه. تمام. قلنا ان هو ممكن نلاقيه تخين مره واحده، اتملى مره واحده، والنظر يزيد بشكل مش طبيعي. العقم طبعا ولخبطه الدوره الشهريه عند السيدات، العجز الجنسي عند الرجال، مشاكل النظر الخاصه بزياده حجم ورم الغده النخاميه، والضغط بشكل مباشر على العصب البصري اللي بيفقد زي ما هو بيفقدوا البصر كتير جدا، وبيقول لنا دايما مشاكلهم للاسف بيبقى احنا ودي برضو عاده سيئه في مصر غالبا، ان احنا المريض عندنا ما بيجيناش بالاورام الصغيره، يعني في ورم في الغده النخاميه حجمه صغير جدا ما يجيش نص سنتي، يتعالج بالعقاقير بالادويه لكن ما بنشوفش احنا كده قليل. لما بيجي لنا حد كده بيجي لنا دايما باورام احكام محترمه وكبيره، وبنبقى مستغربين الحجم ده كله ازاي والعصب البصري فين والدنيا، ولكن انا ما خدتش بالي اصل كان في ضعف ورحت للدكتور وكشفته ونضاره ومش عارف ايه، وفي الاخر نكتشف ان المشكله احنا اساسا بنستسهل يا دكتور، ولغايه لما الموضوع يكبر جدا والعلاج كمان بيبقى اصعب. طبعا يعني طبعا لما تاخد دواء ولا تعمل عمليه كبيره وجراحه وبنج، اكيد طبعا في البدايه بيبقى كل حاجه رهيب. اسهل طبعا فرق رهيب. دكتور، في اعراض يا دكتور في الورم، يعني في حاجه بتكون باينه، يعني في اعراض انا عارفه ان انا طفلي مثلا او انا نظري ضعف، انا حاسه ان انا في الدوره الشهريه متلخبطه، ففي اعراض باينه وفي اعراض عديمه الظهور. تمام. ازاي دكتور نكتشفها؟ يعني في ناس كتير طبعا في حاجات مهمه جدا ناخد بالنا منها برضو في الغده النخاميه. صداع
صداع اوقات صداع من اسبابه او او اورام الغده النخاميه بتعمل في بدايتها نوع من الصداع، لان الضغط جوه الجزء اللي ربنا خلقه ليها بيزيد، فبالتالي بيعمل صداع. الحاجه الثانيه المهمه الضعف الجنسي عند الرجال تحديدا، فقدان الرغبه الجنسيه كمان عند الرجال تحديدا او عند السيدات، دي برضو حاجه احنا الى حد ما عندنا نوع من الاحراج ومن الخجل ان حد يتكلم في القصه دي او حد يروح يشتكي من القصه دي، ودي بنقابلها كتير جدا عند معظم الرجال اللي بيجوا لنا بمشاكل في الغده النخاميه. ما يجيش غير بعد ما الحجم الورم يبقى كبير جدا لدرجه انه يشتكي من نظره، يقول لي ده انا اكتشفت ان نظري في عين الشمال في مشكله، وكتير جدا بيقول لنا كده، ولما تدور على عين اليمين تلاقي ما فيش فيها نظر اساسا كمان، يعني هو كان ماشي بجزء يا دوب معين كده ويلبس نظارات ويعمل حاجات لحد ما يكتشف او يقع في ايد حد كويس ويدور ويعمل ويلاقي ان لا ده عنده مشكله كبيره جدا في الغده النخاميه وبتحتاج تدخل سريع لانقاذ ما يمكن انقاذه من العصب البصري. دكتور يبقى هي مش عديمه الاعراض، هي موجوده بس الناس بتتحرج تتكلم عنها. تمام. يعني بيتحرجوا غير بقى في الاخر خالص لما الحاله تسوء خالص فبيروحوا يشتكوا، طبعا المضاعفات بتزيد زي ما احنا قلنا بيتدخل الدكتور جراحيا. دكتور عايزين نتكلم، احنا اتكلمنا طبعا عن الاسباب اسباب ظهورها والتشخيص، عايزين نتكلم عن طرق العلاج القديمه والحديثه. تمام. ايه الفرق بينهم؟ تمام. وهنا بنستخدم ايه وهنا بنستخدم ايه يا دكتور؟ تمام. زمان طبعا الطفره الهائله في التقدم الهائل في جراحه المخ والاعصاب على مستوى العالم طبعا وفي مصر، والنقله النوعيه من استخدامات الاساليب القديمه في العلاج والاساليب الجديده. كان زمان عشان يبقى في حد عنده ورم في الغده النخاميه كان لازم اضطر افتح الجمجمه واعمل عمليه كبيره جدا وارفع المخ كله، زي ما حضرتك شايفه الغده النخاميه كانت تحت المخ تقريبا، ارفع جداً. كل ده ارفع كل ده علشان علشان ادخل واشيل الايه الورم من تحت من تحت المخ تقريبا. لكن الطرق الحديثه بقى زي ما احنا شايفين في الفيديو ده وهنشوف، عن طريق الانف. من تحت عن طريق الانف بدخل بالمنظار الجراحي. زي ما احنا نشوف بالمنظار الجراحي ده احنا شايفينه كده، وادخل اوصل للورم من مكان بعيد خالص عن المخ، زي ما حضرتك شايفه كده المخ كله فوق بعيد، وانا دخلت واجهت الورم في البدايه عن طريق الانف. ودي عمليه تعتبر الى حد كبير بسيطه جدا بالمقارنه بمكان يحدث سابقا من استئصال فتح الجمجمه واستئصال الورم ودراعيه مركزه. يعني القديم اللي بيفتح كنا بنفتح الجمجمه دلوقتي المنظار هو دلوقتي بقى ندخل بالمنظار عن طريق الانف. فقط من غير ما نفتح ولا نجرح ولا نعمل اي حاجه خالص. كل شغلنا كان عن طريق الانف، وبندخل نوصل للورم مباشره لان الورم ده المفروض نازل جنب الجيوب الانفيه، فعن طريق الجيوب الانفيه بندخل من خلالها نوصل للورم ده ويتعمل له يتم التعامل معاه ويتم شفطه بشكل كويس جدا، وكمان بعيد عن العصب البصري اللي موجود فوق. انا بدخل من تحت فبشيل الورم من تحت وبحمي العصب البصري من اي مشاكل كنا زمان بنضطر ندخل لها من فوق. وبرضو الاحجام بتاعت الورم لما يتم اكتشافها بشكل مبكر وبشكل كويس ويتم التعامل معاها باستئصاله عن طريق المنظار، المريض بتاعنا بيبقى امن جدا. عملية تعتبر في بعض المراكز المتقدمة في العالم وان دي سيرجري، جراحة يوم واحد، يدخل يشيل ورم في الغدة النخامية ويخرج تاني يوم مروح ويعيش حياته. ورم يا دكتور. ده استئصال ورم بالغدة النخامية. والحاجات اللي حضرتك شايفاها فوق دي لونها اصفر دي ده الجزء الخاص بالعصب البصري اللي حضرتك شايفه كده، وشايفه المكان اختفى تماما ما فيش فيه ورم، ده بالانيميشن احنا شايفينه دوت. وده ميزته بقول لحضرتك ان احنا خلاص ما بقناش نفتح الجمجمه، ما بقتش جراحه دكتور، بقتش جراحه تقليديه خالص. افتح الجمجمه واتعامل مع المخ بكل المشاكل اللي انا ممكن اتعرض ليها. وانا برضو وانا بفتح الجمجمه فوق ممكن اثر على عصب البصر لانه بقى قدامي والورم تحت منه مضغوط عليه جدا، فبالتالي لما ادخل من تحت عن طريق الجيب الانفي من تحت بقدر اشوف الورم بشكل طبيعي وبشكل كويس، ما افتحش المخ تقريبا خالص، ما ليش علاقه بالجزء اللي هو البصري اللي هو اللي فوق. خلاص لا خالص ما بيأثرش عليه خالص تماما. تمام. ما بجيش ناحيته خالص. وبقدر استأصل الورم بشكل كامل من غير ما اعمل اي تأثير على اي حاجه تانية تقريبا. لحد كبير جدا الناس بتبقى خايفه جدا، ما فتحتش حاجه يعني مش جرح فتحت مثلا مكان، لا ده هو من الانف يعني من الأنف. المنظار جرح من الانف ولا حاجه ولا حاجة. كنا بنحط زمان باك اوقات شويه، دلوقتي خلاص بطلنا كمان نحط الباك، وبقى العين زي ما حضرتك ممكن يخرج تاني يوم يروح بيته ويمارس حياته طبيعيه، ويمارس حياته بشكل طبيعي وياخد بعض الادويه البسيطه اللي يمشي عليها ويتابع معاه وينتهي الامر بالشكل ده. طيب تمام جدا يا دكتور، يعني حاجه بسيطه ومش هتحتاج وقت وما بتحسش بتعب. تمام. يعني حضرتك بتديله مثلا مسكنات او حاجه بعدها ولا لا؟ ولا بيحتاج مسكنات ولا حاجه؟ تمام يا دكتور. تمام. دكتور احنا شفنا استئصال الورم، الفيديو وضح لنا استئصال الورم،
في مصطلح حضرتك قلته يعني وكلمنا شويه قبل الفقره بتاعتنا عنه، استقصاء الورم. استسقاء المخ. دكتور انا عارفه الصوره بس انا استغربت ان الصوره اللي احنا هنشوفها دلوقتي حالا ان المصطلح بتاعها هو ده. فمعناها ايه يا دكتور وامتى بيظهر؟ احنا طبعا شايفين الصوره بتاعت الصوره دي. ده موضوع تاني بقى، هو اسمه استسقاء المخ. استسقاء المخ ده عباره عن ايه؟ عباره احنا طبعا المخ بتاعنا تقريبا في حجم معين من الميه اللي بتمشي في دوره معينه، شيء بيفرزها وشيء بيمتصها في دوره متناغمه. حجم الافراز بتاع هذا السائل النخاع الشوكي هو نفسه حجم الامتصاص بتاع هذا السائل. للاسف لما بيحصل في بعض اللخبطه، احنا شايفين ده السائل النخاع الشوكي ما هو ماشي بشكل طبيعي لونه ازرق حوالين المخ في كل الاتجاهات، ده المخ بيطفو داخل هذا السائل. طيب لو حصل زياده في افراز هذا السائل او نقص في امتصاص هذا السائل يبدا يتكون بشكل زياده جوه المخ. لما يتكون بشكل زياده يعمل نوع احنا بنسميه استسقاء او هيدروكيفلس، حاجه مشهوره جدا عند يعني الاطفال. معناها ورم بس جواه اللي هو الميه. لا هي ميه حجمها زياده في المخ. ميه حجمها زياده في يعني المخ. يعني العامل الانتفاخ ده دكتور ميه. ميه زياده في المخ. الميه زياده في المخ دي مفروض يتم اكتشافها مبكرا جدا اثناء الحمل. اثناء الحمل في الاطفال لازم دكتور النسب بيكتشف ان البيبي الموجود جوه عنده استسقاء في المخ، فيبدا ينبه الام وينبه الزوج ان الولد اللي جاي ده هيتم ولادته بشكل معين علشان استسقاء المخ اللي عنده، ويجب متابعه جراح اعصاب بعد الولاده مباشره. ما ينفعش الام تتعالج فالطفل يبقى سليم؟ في بعض الاوقات كانوا بيتدخلوا جراحان اثناء الحمل، لكن لقينا ان احنا التعامل مع الطفل بعد الخروج اسهل وامن بالنسبه للام وبالنسبه للطفل. الاستسقاء ده بيعمل ايه؟ بيأثر بتضخم ميه بتتضخم جوه. حجم الطبيعي ان حجم المخ 80% من حجم الجمجمه، حجم الميه حوالي 10-15% من حجم الجمجمه. الميه دي بتزيد. لما الميه دي بتزيد بتاثر على حجم المخ، بتؤدي الى ضمور في خلايا المخ، بتؤدي الى ضمور في العصب البصري، تؤدي الى تخلف وتاخر في النمو الذهني للطفل. عشان كده علاجها مهم جدا يكون بدري ويكون في وقته وفي ميعاده بالنسبه للاطفال تحديدا. طيب العلاج بتاعها كنا زمان كنا زمان بنعالج استسقاء المخ بتركيب جهاز اسمه صمام. الجهاز ده بيركب يصرف الميه الزياده من المخ الى احد الاورده الموجوده في الجسم عن طريق القلب، يدخل في الدوره الدمويه او يتوصل للبطن عن طريق الغشاء البريتوني. وده كانت الطريقه المتعارف عليها وما زالت حتى الان هي الطريقه المتعارف عليها تقريبا في العالم كله كطريقه سهله وبسيطه، لكن لها مشاكل كثيره جدا. وطبعا يعني معظم الناس اللي عندهم اولاد او اطفال عندهم استسقاء تم علاجه بصمام اكيد عانوا كتير جدا من ان الصمام ده يا اما بيتسد شويه فبيحصل مشكله ونغيره، يا اما بيشتغل بشكل زياده شويه فبيسحب كل الميه اللي فوق فبالتالي بيضطر ان احنا نغيره، يا اما بيشتغل بشكل قليل شويه فبقى التاثير بتاعه مش كويس فبيضطر برضه نغيره، يا اما بيعمل عدوى او ميكروب يدخل جوه هذا الجهاز فبالتالي بيدخل الطفل في 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 مشاكل تانية كتيره جدا. واطفال كتيره جدا للاسف بنشوفها بمشاكل لا حصر لها من استخدام الصمامات اللي بتستخدم لعلاج الاستسقاء المخ. فتم اكتشاف شيء جديد، انا عندي مشكله في نوع معين من الاستسقاء بيبقى فيه انسداد في جزء معين، الانسداد ده انا اقدر اتغلب عليه بان اعمل فتحه صغيره جدا وادخل بالمنظار افتح فتحه بديل للانسداد ده وتمشي الدوره بتاعه السائل بشكل طبيعي من غير ما نركب اي اجهزه او نحط اي صمام او نتعرض لعدوى للصمام او انسداد الصمام، او حد يقول للبنت الصغيره لما هتركب لها صمام طول عمرها هتبقى ازاي حامل بعد كده وهتعيش حياتها ازاي، طب هيأثر عليها ازاي. وكتير طبعا احنا الصمام ده لما بيركب طول حياه الطفل بيفضل معاه على طول يا دكتور طول مش وقت الطفل. معين طبيعي ان يكون هيركب طول حياه الطفل الا لو في بعض الاوقات لقينا الطفل خلاص بدا يحصل فيه نوع من التحسن او بدا الميه الدوره تمشي بشكل طبيعي فبيتغير، لكنه في 90% من الحالات بيفضل طول بيفضل زي ما احنا شايفين بيبقى راكب الصمام من فوق من عند المخ ينزل لحد الغشاء البريتوني تحت هنا في البطن وبيفضل راكب معاه. وطبعا ممكن بعد شويه لما يكبر الطفل حجم الصمام بيبقى صغير فبيضطر لما يكبر نغيره ونجيب حاجه اطول شويه فمتعبه وبنغيرها كتير. ولو بنته بقت حامل بعد كده هيبقى ممكن ياثر فيه بشكل معين فتلاقيه برضو يحصل فيه انسداد فاضطر اغيره. لو احنا شايفين الصورتين دول، واحد ده استسقاء في المخ اللي على الناحيه الشمال وده حجم، شوف الميه كبير ازاي، ده شكل طبيعي، ده الطبيعي اللي على اليمين ده الطبيعي. الجزء الاسود ده
الطبيعي حجم المياه الطبيعي، لكن هنا حجم استسقاء المياه بشكل غير طبيعي، وهنا اللي بنحاول نعمل له زي توزيع المياه أو تقليل حجم المياه من المخ إلى البطن أو إلى الدورة الدموية علشان يحصل لها امتصاص، فبالتالي المخ ينمو بشكل طبيعي، ياخد حجمه بشكل طبيعي. لكن أوقات كتير جدا بنشوف حجم المياه الكبير جدا ده الجزء القشرة المخية أقل من 1 سنتي، أقل من 1 سنتي. والتأخر طبعا زي ما بنشوف صورة الطفل ده، التأخر طبعا بيعمل نوع من التخلف والتأخر، التأخر بشكل غير عادي، التأخر العقلي، التأخر العقلي طبعا بشكل غير عادي. دي صورة بتوضح مكان الدخلة، المنظار بيدخل في المكان ده في الحتة دي بالتحديدا ويفتح فتحة صغيرة جدا، هنبقى نشوفها بفيديو، فتحة صغيرة بسيطة جدا، هي دي بتعمل الدورة، دورة السائل النخاعي الشوكي بيمشي بشكل طبيعي من غير ما يأثر في أي حاجة ومن غير ما يعمل أي مشاكل، ومن غير ما تفضل مع الطفل طول فترة، وبغير خلاص انتهى الأمر، خلاص هي مرة واحدة وخلاص انتهى الأمر. عملية صغيرة ندخل بيها نفتح الغشاء ده، الممبرين الموجود ده، والسائل النخاعي الشوكي يمشي الدورة بتاعته بشكل طبيعي من غير ما يكون في أي مشكلة ولا تعرض لأجهزة غريبة ولا حاجة، ونحمي المخ من زيادة ضغط المخ الموجود اللي ممكن تأثر على الدموحك نمو المخ الطبيعي وما إلى ذلك. طيب دكتور هنشوف الفيديو اللي معنا ده كمان وحضرتك تشرح لنا عليه. ده الفيديو بيوضح لنا الجزء الصغير اللي بندخل منه علشان بالمنظار عشان نعالج استسقاء المخ. فتحة صغيرة جدا، حاجة شايفة كده صغيرة جدا، بنشيلها وبدخل بيها عن طريق الصورة، احنا شايفين دي داخلين بالمنظار، نوصل عند البطين الثالث اللي احنا شايفينه ده في الفتحة الصغيرة دي، ودي عملية لا تستغرق أكتر من نص ساعة أو تلت ساعة تقريبا، وبنوصل لحد الغشاء اللي احنا شايفينه قدام ده، واللي هو القدام عند الجزء الأمامي من الصورة، وفي الحتة دي تقريبا بنبدأ نفتح الغشاء اللي احنا شايفينه دوت، وبعد فتحه زي ما هنشوف كده بالظبط، احنا كده بندخل بالكاستر الموجوده معانا او بالكتر الموجود معانا ده، بنكوي بيه الجزء الصغير ده او بنفتحها على طول من غير ما نكوي. وبعد كده زي ما هنشوف بعد شويه الداخله نفسها، الفتحه دي بتبقى بتوصل الميه اللي موجوده فيه او السائل الموجود في البطين الثالث بالسائل الموجود تحت منه في فتح في تي اوفركم او تعدي موضوع الجزء اللي فيه انسداد، لان اوقات كثيره جدا الاستسقاء بيبقى نتيجه انسداد في طريق الميه نفسها، في توزيع الميه او دوران السائل، فيها دوره بتعدي من مكان لمكان لمكان زي ما شفنا في الصوره الاولانيه، شايفين اهو فتحناها فتحناها زي ما شايفين كده الفتحه دي، ودي عمليه بسيطه جدا على فكره، ما تستغرق اكثر من نص ساعه تقريبا، وزي ما احنا شايفين الفتحة اتعملت اهي، ده التجويف اللي احنا فتحنا عليه التجويف الاولاني، ولما نطلع دلوقتي زي ما احنا شايفين ده احد الشرايين المهمة في المخ، لما هنطلع منها تاني نرجع لورا شوية بالمنظار هلاقي الفتحة زي ما حضرتك شايفاها كده، الفتحة دي خلاص مش يعني مش محتاجين حاجة تاني، الدورة بتاعت السائل النخاعي الشوكي مشيت بشكل طبيعي، الحجم المخ رجع طبيعي، حجم المياه رجع طبيعي. دكتور مش مؤلمة وبتبقى نسبة نجاحها كبيرة يا دكتور؟ كبيرة جدا. في طبعا ليها اختيارات مهمة جدا في الأطفال اللي بنعمل لهم أو حتى في الكبار اللي بنعمل لهم، لأنه استسقاء المخ في الأطفال بيكبر حجم الدماغ. ليه؟ لأن في فتحات لسه الطفل بيكبر، لكن في الكبار دي حاجة خطيرة جدا تؤدي الى الوفاه المفاجئه بعد الشر ان شاء الله، الدماغ مقفوله والميه بتزيد ضغط المخ تعمل له مشكله كبيره جدا. دكتور محمد بشكر حضرتك كده، للاسف وقت فقرتنا انتهى ولينا كلام ان شاء الله كتير جدا ان شاء الله في الفقرات القادمه. بشكرك دكتور محمد فتحي عيسى، استاذ مساعد جراحه المخ والاعصاب طب الازهر، دكتوره جراحه المخ والاعصاب والعمود الفقري، وزماله جراحه المخ والاعصاب المصريه، وايضا عضو الجمعيه المصريه لجراحي المخ والاعصاب، وعضو كونجرس جراحه الاعصاب الامريكي. اتكلمنا النهارده عن اورام المخ وبالتحديد الغده النخاميه. استنونا ان شاء الله يوميا من السبت الاربعاء من الواحده وحتى الثانية ظهرا والإعادة ما تنسوش من الواحدة صباحا، من الواحدة صباحا وكمان من السابعة صباحا. كنت معكم إنجي علاء، إلى اللقاء.